إذن بشأن تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في عملياته العسكرية شرقية مدينة رفح بعد فشل جولة محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الكاتب والباحث السياسي ماهر حجازي. أستاذ ماهر، مرحبا بكم. يعني في اليوم 19 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نلاحظ أنه هناك استمرار لقصف الاحتلال للأحياء الشرقية لمدينة رفح، ولكن دعنا نبدأ من هذه النقطة. لماذا يتم التركيز على شرق المدينة ومحور المعبر؟ ما الغاية والهدف من وراء كل ذلك؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي يواصل هذا العدوان على شعبنا منذ 5 أيام تقريبا. يسيطر الاحتلال الإسرائيلي أو يحتل معبر رفح. ما يريده الاحتلال الإسرائيلي هو ممارسة المزيد من الضغوط على شعبنا الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة. عندما يسيطر على معبر رفح، هذا يعني منع إدخال كل أشكال المساعدات التي يحتاجها سكان قطاع غزة، منع خروج الجرحى والمصابين للعلاج في مصر وفي الخارج، وبالتالي يعني تجديد الحصار على شعبنا داخل قطاع غزة وتعميق للأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة منذ 5 أيام. ومعبر رفح مغلق بسبب احتلال الاحتلال الإسرائيلي، وجود الجيش الإسرائيلي في معبر رفح، وهناك مناشدات من داخل قطاع غزة وخاصة من المستشفيات التي تحتاج إلى العديد من المستلزمات الطبية والوقود لتشغيل المشافي داخل قطاع غزة، والتي وبالتالي هذه ما يريده الاحتلال الإسرائيلي، هو تجديد الحصار وتجديد وتعميق الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة والضغط على المقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بصفقة تبادل. وبالتالي هذا هو ما يريده الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يحدث اليوم، تعميق للأزمة الإنسانية وتجديد للكارثة الإنسانية. واليوم نحن نتحدث ويعني ومعظم وسائل الإعلام التي تبث من داخل قطاع غزة وما نسمعه ونرصده أنه اليوم هناك يعني أشبه بأن هذه الحرب بدأت من جديد على قطاع غزة، وهذا العدوان يعني بدأ من خلال القصف المستمر والمتواصل للاحتلال الإسرائيلي، سواء كان في مناطق شمال قطاع غزة في منطقة جباليا وأيضا في محور رفح. فهذا ما يريده الاحتلال الإسرائيلي من يعني العملية البرية، أو ما بدأه في احتلال معبر رفح والقصف والاستهداف في منطقة رفح التي هي تعتبر أكثر منطقة سكانية في العالم. أستاذ ماهر، في المقابل يعني تخوض المقاومة اشتباكات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال، قصفت تجمعاته، خاصة إذا ما أردنا أن نسلط الضوء حيث قتلت نائب مراقب المنظومة الأمنية الإسرائيلية في معارك في حي الزيتون. ولكن ما الذي نفهمه من استهداف قيادة كبيرة في جيش الاحتلال وهذا الصمود التكتيكي للمقاومة الفلسطينية؟ ما الذي نفهمه من ذلك أستاذ ماهر؟ نعم، يعني من الواضح اليوم بعد دخول هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة وحرب الإبادة الشهر الثامن على التوالي، من الواضح أن اليوم أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش أزمة حقيقية ويدور في حلقة مفرغة نتيجة للفشل السياسي الذي يعني يقوده بنيامين نتنياهو. اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني بعد أن خاض حرب تدميرية في مناطق شمال قطاع غزة وفي الوسط وانسحب من هذه المناطق، يعود مرة أخرى إلى هذه يعني بعد إنجاز مرحلة ما سماها مرحلة أولى وثانية وثالثة، يعود منطق يعني المرة الثانية والثالثة إلى مناطق في شمال قطاع غزة في جباليا ويخوض اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية. هو يعني بالتالي اليوم الأزمة السياسية التي يعيشها نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي تنعكس على التخبط في الجيش الإسرائيلي ويقدم خسائر كبيرة. هو قال أن المقاومة الفلسطينية في منطقة جباليا أعادت تشكيل قواتها وبناء قدراتها العسكرية، وبالتالي هذا يعني فشل هذا الحرب وهذا العدوان والحملة البرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. وبالتالي هذا يعكس أيضا قدرة المقاومة الفلسطينية على أنها هي التي يعني تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر، سواء كان على مستوى الأرواح أو على مستوى المعدات. وبالتالي اليوم ما شهده اليوم، يعني اليوم وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث أنه من منطقة جباليا ومن منطقة رفح كان هناك يعني 5 مرات من عمليات القصف بالصواريخ استهدفت المستوطنات في غلاف قطاع غزة. وبالتالي هذا أيضا يعمق الأزمة السياسية التي تعيشها بنيامين نتنياهو وأيضا الأزمة الأمنية والعسكرية. وبالتالي اليوم الجيش الإسرائيلي وحسب التصريحات هناك استقالات أيضا داخل القيادة الأمنية في الجيش الإسرائيلي، وهذا يعكس حقيقة أيضا الفشل الأمني والعسكري والاستخباراتي الذي مني به الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، وأنه يواصل فقط اليوم غير قادر هذا الجيش إلا على قصف وقتل المدنيين. اليوم هناك
أكثر من 5 مجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، سواء كان في الشمال أو الوسط وفي الجنوب، ومعظم الضحايا هم من الأطفال والنساء. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي والجيش يعني يتحمل اليوم مسؤولية الفشل السياسي، الاستقالات التي يعني تحدث ضمن المنظومة العسكرية والأمنية في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة أنه لا توجد إجابة واضحة ولا توجد خطة سياسية لدى الكيان الإسرائيلي ولدى بنيامين نتنياهو تحديدا في اليوم التالي لما بعد هذا الحرب. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي مأزوم داخل قطاع غزة، ومن الواضح أن المقاومة الفلسطينية هي اليوم التي يعني صاحبة اليد العليا في يعني في أي اتفاق ربما يعني يتم التوصل إليه فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى. وبالتالي محاولة بنيامين نتنياهو وحتى مجلس الحرب عندما اتفق على شن حملة برية في مدينة رفح كانت الأهداف مختلفة. بنيامين نتنياهو هدف بالنسبة لنتنياهو هو إفشال صفقة التبادل، بينما ربما بالنسبة لجانت وغانتس وغالنت هو ربما الضغط على المقاومة لإحداث صفقة التبادل. ولكن من الواضح أنه الاحتلال الإسرائيلي والجيش مأزوم داخل قطاع غزة نتيجة الأزمة التي تعيشها الطبقة السياسية داخل الكيان الإسرائيلي. أستاذ ماهر، فيما يتعلق بالحاضنة الشعبية، لنأخذ تصريح للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي السيد زياد النخالة، قال إن المقاومة مستمرة في القتال حتى تحقيق النصر. لكن السؤال المطروح هنا، ما مدى صمود الحاضنة الشعبية مقابل صمود المقاومة، خاصة أنت تعرف هناك من يراهن على موضوع حساس جدا ألا وهو الحاضنة الشعبية؟ شكل اليوم شعبنا الفلسطيني منذ 7 أكتوبر وهذا العدوان وحرب إبادة قدم آلاف الشهداء. يعني اليوم نحن نتحدث عن 35,000 شهيد، نقترب من هذا الرقم، وأكثر من 70,000 جريح ومصاب، غالبتهم من الأطفال والنساء. وهذا الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين واستهداف المنشآت وتدمير كل أشكال الحياة داخل قطاع غزة. هو يحاول منذ 7 أكتوبر أن يضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية ويحدث شرخ داخل المجتمع الفلسطيني. واليوم ننظر اليوم الحالة الفلسطينية حقيقة داخل قطاع غزة، المعاناة كبيرة لأهلنا وأبناء شعبنا، لكن اليوم مشاهد الصمود شعبنا داخل قطاع غزة. أفشل كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الحصار والتجويع ومحاولات يعني أفشل من مخطط التهجير القسري لأبناء شعبنا خارج قطاع غزة. وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني داخل القطاع يؤمن، والمقاومة الفلسطينية هي جزء من هذا الشعب الفلسطيني، والمقاومة تعاني ما يعانيه الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة من قتل واستهداف وحصار. وبالتالي اليوم شعبنا داخل قطاع غزة يؤمن بأنه من حقه المشروع أن يواجه وأن يتصدى لهذا العدوان الإسرائيلي وأن يتصدى لحرب الإبادة داخل قطاع غزة. ونعتقد اليوم بعد يعني ندخل بالشهر الثامن، الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق كل أهدافه العسكرية والسياسية من هذا العدوان على شعبنا، ومنها هو ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية. لكن المطلوب اليوم هو العمل بشكل كبير والضغط الدولي على هذا الاحتلال يوقف عدوانه على شعبنا الفلسطيني، لأنه من غير المقبول أن يواصل هذا الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شعبنا داخل قطاع غزة، وأن يواصل ارتكاب حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء وتدمير البنى التحتية وتدمير كل. لأن اليوم هذا الاحتلال الإسرائيلي عاجز سياسيا وعاجز عسكريا عن تحقيق أي هدف من أهداف هذا العدوان على شعبنا. وبالتالي هو فقط اليوم يستمر في قتل المدنيين وفي تدمير قطاع غزة وتدمير كل أشكال الحياة داخل قطاع غزة. وبالتالي المطلوب اليوم هو الضغط في البعد الدولي لإنهاء حرب الإبادة التي يشنها هذا الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 8 أشهر بحق شعبنا داخل قطاع غزة. طيب أستاذ ماهر، لو توغلنا في الداخل الصهيوني، كما استمعت إلى النشرات الإخبارية وهو استقالة مسؤول الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، هل هذه الاستقالة ستؤثر على أوضاع الاحتلال الداخلية برأيكم؟ يعني لا شك اليوم الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل الكيان الإسرائيلي تعيش أزمة حقيقية. يعني هذه الاستقالة اليوم تأتي في إطار وأيضا التصريحات التي تصدر عن الجيش ومسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي أنه لا خطة سياسية، أنه نتنياهو لا يستغل ما يسمونه بين قوسين الإنجازات التي يحققونها عسكريا داخل قطاع غزة، وفعليا لا يوجد إنجازات سوى قتل المدنيين والأطفال وتدمير قطاع غزة. وبالتالي هذا يعكس حالة التخبط السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، وهذا سينعكس هذه الاستقالات أيضا وهذه الخسائر يعني الكبيرة. اليوم هناك يعني الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة 50 جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة داخل قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب، وبالتالي هذا سينعكس على الحركات داخل المجتمع الإسرائيلي وعائلات الأسرى
الإسرائيليين داخل قطاع غزة، وبالتالي هذا سيصاعد من الضغوط السياسية والأمنية على بنيامين نتنياهو وعلى حكومة الحرب، وحتى أيضا على المستوى الأمريكي. يوم يعني أيضا إدارة بايدن من الواضح أن ما يعانيه نتنياهو من تخبط سياسي، أيضا واضح اليوم أنه الإدارة الأمريكية وإدارة بايدن أيضا تعيش نفس التخبط. يعني هناك تناقض في التصريحات الأمريكية التي تصدر فيما يتعلق بصفقة التبادل، فيما يتعلق بعملية عسكرية في رفح، فيما يتعلق بتعليق عدد من الشحنات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم يقولون نحن مع عملية عسكرية في رفح ولكن أن يجب أن تحفظ المدنية. وبالتالي واضح من هناك تخبط. المقاومة الفلسطينية عندما وافقت على صفقة التبادل للأسرى قبل أيام، بالواضح أنها أحدثت يعني تخبط لدى إدارة بايدن وأيضا لدى حكومة بنيامين نتنياهو. أستاذ ماهر، يعني هذا المشهد في الكيان المحتل وبالتالي ضغط أهالي وذوي المحتجزين، هل برأيكم سيشكل عاملا إضافيا أو ضغطا حاسما على نتنياهو وحكومته في الفترة القادمة؟ كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة، طالبوا بشكل واضح إنقاذ ما سموه بين قوسين إنقاذ إسرائيل من بنيامين نتنياهو قبل يعني إحداث صفقة التبادل أو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وبالتالي هناك قناعة لدى شريحة واسعة أعتقد من المجتمع الإسرائيلي وخاصة عائلات الأسرى أنه بنيامين نتنياهو هو الذي يعطل صفقة تبادل الأسرى، لأنه حركة حماس والمقاومة وافقت على العرض الذي قدمته مصر وقطر، وبموافقة أمريكية وافقت على هذا العرض، لكن بواضح أن بنيامين نتنياهو مباشرة أعلن الدخول إلى رفح واحتلال معبر رفح. وبالتالي هناك شريحة واسعة لدى المجتمع الإسرائيلي اليوم تنظر أنه بنيامين نتنياهو هو الذي يعطل أي صفقة للتبادل لحساباته السياسية. وبالتالي أيضا نقطة مهمة جدا أنه لا تزال الحركات داخل المجتمع الإسرائيلي، لا توجد طبقات سياسية مؤثرة داخل المجتمع الإسرائيلي هي التي تدعم مثل هذه التحركات. ربما نتحدث عن تحركات في الطبقات الشعبية داخل الكيان الإسرائيلي، لكن من منظور أنه عندما تكون هناك طبقة سياسية مؤثرة تتبنى هذا الحراك الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي، حراك عائلات الأسرى الذي يطالب حاليا، في البداية كانت هناك مطالبات بصفقة التبادل، بينما اليوم نتحدث عن مطالبات بإسقاط حكومة نتنياهو والدعوة للانتخابات داخل الكيان الإسرائيلي. بالتالي عندما يعني تتوفر الطبقة السياسية المؤثرة داخل الكيان الإسرائيلي والتي تتبنى هذا الحراك في الشارع الإسرائيلي، وبالتالي إن هنا نستطيع أن نتحدث عن ربما اختراق وضغط حقيقي على بنيامين نتنياهو. ولكن اليوم المجريات الحقيقية داخل قطاع غزة، وبالأخص ما يجري اليوم من يعني ما تقوم به المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة في منطقة جباليا وفي منطقة رفح، هو الذي سيشكل ضغطا حقيقيا على بنيامين نتنياهو حتى يعني يستجيب لإبرام صفقة التبادل تفضي إلى وقف إطلاق نار شامل وكامل داخل قطاع غزة. أستاذ ماهر، في ظل الحديث عن الحسابات السياسية التي تطرقتم لها قبل قليل، وفي ظل فشل جولة القاهرة في يعني عدم التوصل إلى صفقة لإنهاء الأزمة، وبالتالي قد عاد المفاوضون والوسطاء إلى بلادهم، هناك من يعتقد أن هناك ربما تكون هناك فرصة قريبة للعودة لطاولة المفاوضات، ولكن ستكون بشروط أخرى، هل تؤيد ذلك؟ حركة حماس التي وافقت على وقف على المشروع الذي قدم أو صفقة التبادل التي عرضتها مصر والقاهرة، وكانت بموافقة أمريكية عندما كان يعني رئيس الاستخبارات الأمريكية المركزية كان موجود ووافق على هذه الصفقة، وربما بعد ذلك أعلن نتنياهو رفضه لهذه الصفقة. واليوم أيضا هناك كان تصريح غريب ومتناقض للرئيس الأمريكي بايدن عندما أيضا يعني اتهم حركة حماس بأنها هي من تعطل الاتفاق، وبالتالي كان هناك تراجع من التصريحات الأمريكية فعلا التي كانت يعني في البداية تحدثت وأشادت أنه هناك كان في موافقة من حركة حماس على هذه الصفقة. أنا أعتقد اليوم المجريات العسكرية داخل قطاع غزة، هذه الاستقالات في القيادة العسكرية والأمنية داخل الكيان الإسرائيلي، مجريات الأحداث وتصاعد عمليات المقاومة داخل قطاع غزة، أيضا تصاعد يعني الحركات الشعبية داخل الكيان الإسرائيلي والاحتجاجات، وأن تكون هناك طبقة سياسية داخل الكيان الإسرائيلي تتبنى هذا الحراك، أعتقد ربما يجري الحديث يعني عن إعادة المفاوضات. أنا أعتقد أنه الصفقة أفشلت ولم ت... يعني لم يفشل تفشل المفاوضات، وإنما هي أفشلت بسبب تعنت بنيامين نتنياهو الذي يعني يلقى دعما عسكريا وسياسيا حتى هذه اللحظة، ونتيجة أيضا التخبط السياسي الحاصل في إدارة بايدن التي لا تحسم موقفها بشكل واضح، هل هي مع صفقة التبادل ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإنما أيضا هي
التصريحات المتناقضة للرئيس بايدن وأيضا المسؤولين في البيت الأبيض هي التي تساهم أيضا في تعطيل صفقة التبادل. وبالتالي عندما تكون هناك يعني إدارة بايدن تتحمل المسؤولية في الفعل بالضغط على بنيامين نتنياهو وبالضغط على حكومة مجلس الحرب الإسرائيلي، وربما يجري الحديث عن عودة المفاوضات. ولكن حركة حماس كما أعلنت أنها لن تتفاوض من جديد، يعني هناك مشروع قدم وهي وافقت عليه، وبالتالي يمكن التفاوض على ما تم الاتفاق عليه وموافقة عليه حركة حماس. ولكن حماس لن تعود، يعني كما أعلنت أنها ستتفاوض من جديد والعودة على الحديث للبدايات يعني لإبرام صفقة التبادل. فأعتقد أنه الموقف الأمريكي اليوم يجب أن يكون واضح، موقف بايدن الضغط على بنيامين نتنياهو وايضا التحركات في الشارع الاسرائيلي وايضا العوامل العسكريه الممجد داخل قطاع غزه، ربما ذلك كله يقود بضغط ل يعني بدء جوله جديده من هذه المفاوضات. عبر سكايب من امستردام الكاتب والباحث السياسي ماهر حجازي، شكرا جزيلا لكم.